فكان معانا 3 شباب بدي اتهمتهم دفاع مدني. فلما يفوت يصيح الصرامي البيضاء يصيح اسماءهم. الدفاع المدني قصدك الخوذ البيضاء؟ نعم، كانوا من منطقة الرسة من حمص، 3 اخوات. شو اسمهم؟ كانوا بيت خلف، اسماء ما بتذكر. فواحد منهم مات. هدول كمان من بين يلي ضلوا بالتسوية وأمنوا بالضمانة الروسية، شو التهمة تبعهم؟ كانت أصعب تهمة الخوذ البيضاء، أصعب من الإرهاب وأصعب من أي تهمة. الخوذ البيضاء يعني مستحيل يطلع، يعني خلص مات. يوميا تعذيب، حتى لو بدون سؤال، يوميا تعذيب الخوذ البيضاء. يعني أصعب تهمة الخوذ البيضاء. تهمتهم أنه عم بيساعدوا العالم اللي عم تنقصف. صح، أصعب تهمة كانت الخوذ البيضاء. ليش؟ ما حدا بيعرف. هنن 3 من بيت الخلف. ايه، 3 من بيت الخلف. واحد منهم مات. ايه، واحد منهم مات. شلون مات؟ مات كان يعني اهترى، يعني صار له شي 60 يوم بالفرع، فعظام عظام، ما في اي شيء الزلم يعني يموت. فطلع على التحقيق، تم تقريبا شي 4 ساعات. رجعوا يعني على البطانية، لا بيحكي ولا شيء. فنحن قعدنا انه نشربوا مي، نصحين واعين. فبعد ساعة ردوا طلبوا، طلعوا على التحقيق وما عاد رجع. فاجا واحد من اخواته سأله لما فات لعنا. طبعا لما يفوت حدا من السجان او محقق، الكل وجهه على الحيط. اي حدا بيشوف السجان مات خلص، او اي حدا بيكون نايم وما بيقوم مات، هيدا مستحيل العايش، ممنوع تشوف حدا. فسألوا اخوينه، قال له اخوك صار فطيسة ورح تلحقه ان شاء الله.